أعلى الدول العربية اقتصادا لسنة 2023. بسم الله نبدأ. جزر القمر 777 مليون دولار أمريكي، جيبوتي 2,600,000,000، السودان 2,800,000,000، موريتانيا 5,700,000,000، الصومال 8,340,000,000، اليمن 31,300,000,000، تونس 35,100,000,000، البحرين 40,700,000,000، الأردن 46,000,000,000، ليبيا 50,400,000,000، لبنان 60,600,000,000، عمان 84,100,000,000، المغرب 129,000,000,000، الكويت 143,000,000,000، الجزائر 193,000,000,000، قطر 204,000,000,000، العراق 246,000,000,000، مصر 331,000,000,000، الإمارات 449,000,000,000، السعودية 790,000,000,000. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.